7-7 هكذا كانت أبرز هتافات مناصري فريق إشبيلية بعدما عزز الفريق الأندلسي رقمه القياسي وتوج ملكا للدوري الأوروبي للمرة السابعة على حساب نادي روما العريق ومدربه المخضرم جوزي مورينيو ملك الألقاب الأوروبية بدون منازع. فها هو ذا بونو أسعد الإسبان بتزويج فريق إشبيلية بدوري أوروبا بعد أن قهرهم في كأس العالم وأخرجهم من دور الثمن. بونو رجل المباراة بدون منازع، تألق وساهم في فوز فريقه بأربعة مقابل واحد في ركلات الترجيح، وبسببه رفعت إشبيلية الكأس السابع لها في البطولة الأوروبية لتواصل الصدارة في ترتيب الأكثر تتويجا بها. فقبل مونديال قطر 2022 لم يكن الكثير خارج المغرب يعرفون حارس المنتخب المغربي ياسين بونو الذي تألق رفقة أسود الأطلس حينما أثبت أنه حارس من الطراز العالمي وكان له الفضل الأكبر في وصول المنتخب المغربي للنصف النهائي من بطولة كأس العالم. وها هو ذا بونو عاد ليتألق من جديد رفقة الفريق الأندلسي في مباراة النهائي من الدور الأوروبي ضد فريق روما الإيطالي، فظل يدافع على شباكه طيلة المباراة لتنتهي مباراة النهائي الأوروبي بالهدف مقابل هدف ويذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح. وركلات الترجيح هي نقطة قوة ياسين بونو حيث يصعب على أي لاعب التسجيل على بونو في ركلات الترجيح. نعم، بونو تصدى لركلتي ترجيح منحت لفريق إشبيلية بطولة الدوري الأوروبي حيث تصدى لتسديدة مانشيني. أما التصدي للكرة الثانية من بونو كانت ضد اللاعب أبانيا الذي استطاع بونو أن يغير مسار الكرة بإصبعه التي ارتطمت بالقائم في لحظة أثبتت مدى براعة ياسين بونو. هكذا انتهت المباراة واحتفل الفريق الأندلسي بياسين بونو لأنه كان السبب الرئيسي في فوزه، وكتب النادي بونو ما يخيبناش، كما أشاد الجمهور أيضا ببونو وعبروا عن حبهم لياسين بونو. ولا ننسى بالذكر الأسد الطائر يوسف نصيري وما قدمه من أهداف لفريق إشبيلية، حقا نحن فخورون بأبناء بلادنا.